وزافي ماشي لفهلة نزته لقفها ميسي 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 والجون جون ميسي يا ميسي يا ميسي يا معلم حس زطاله في المديق مين انا جابر يا كبير انا نايم يا جابر نايم انا نايم بس دي امر مهم قوي يا كبير عم قدلالك يا حبيب موضوع ما يستناش يا كبير انطر عاد قلت لك بعدين يا اخي راجل تبت تعالوا لي بقى ده انا حشيلكم الطين جوماني عاد ما سكتش قلت لهم الشغل بالمرجع عادي ما ينفعنيش ده احنا لسه ما خلصناش نص المخزن ولا فاكرين يعني ان انا راجل كبير يعني راجل كبير صح لكن عصب بلك انت انا السنه اللي فاتت كنت بليز اثر بليز الرجاله سمعوا البوجين دول قاموا نزلوا على الشغل كيف التراب جاني حمزه وقال لي حاجه غريبه قوي 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 ايه حاجه غريبه قوي 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 دي قال لي انهم لقيوا خزنه خزنه قديمه قوي من ايام المرحوم الكبير قوي ورثها عن جدود جدود جدوده وبعدين وهم بينفضوا الخزنه كان عليها تراب ياما التراب ده دخل في نقاشيشي قوم ايه عم جابر عم جابر انت عايزني اقطع شراييني ولا اشنق نفسي عشان تستريح ليه بليز بليز اثر فين الخزنه دي في المخزن حلو قوي انت الرجاله يحطوها في اللوبي وانا هجيلك حالا يحطوها في البوبي وندرفول زي ما اتفقنا يا كبير كل اللي هنطلعه من الخزنه دي بالنص ما بيننا توكلنا على الله اهدى بحبك يا كوكي وبوسه كمان الكبير قوي كوكي دي القيامه قامت يا اولاد وإن كوكي ده اسم بلدي قوي أنا معاكو بص خلي ده من نصيبك أنت يعني ما مش عايزه لا حول ولا قوة إلا بالله إيه ده كل دي عقود جواز باسم الكبير قوي ده عقد باسم سناء عبيد السيد بنت عبيد السيد أيوه وده باسم نبوية حامد أبو بكر ايوه بنت حامد ابو بكر وده باسم رضا عبد التواب البهنسي ايوه بنت ليت مي جاس بنت عبد التواب البهنسي ما شاء الله وعرفت كيف سوبر باور ولسه الله يخرب مطنك يا كبير ما فيش واحده في البلد لما حطيت عليها داد بابا 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 بابا. الكبير قوي مع الشحرورة الشحرورة تحكي قصة أسرع زواج في حياتها أجمل 6 ساعات قضيتهم في حياتي اسمك سيظل محفور في قلبي للأبد سنظل أصدقاء لن أنساك حتى الشحرورة ما سلمتش منه بص هو ماليش على الحكاية دي بصراحة يوردات كنزير يا معلم اخرس يا توم ما سجحش من ده الزيريات الكبير قوي هو ما يقصدش زير بمعنى زير يعني هو يقصد يقول انه فلاتي وبتاع نسوان اخرس يا جحش انت كمان الله يكشفك يا بوي اهدى هيكون ايه يعني ما هو صندوق اهو ماني عارف يا هتير انت ان صندوق حديد هنفتحه كيف ده وايه اللي جابه هنا انتوا لقيتوه ايه ده انت تعرف قصته؟ بليز احكي لنا يا عم جابر بليز احكي لنا جدكم الكبير خالص لقي الصندوق ده وهو بيفحر علشان يرمي اساس البيت اللي احنا قاعدين فيه ده ومحدش كان خابر كيف يفتح الصندوق جربوا كتير وحاولوا كتير لحد ما زهقوا وعرفوا ان الصندوق مش هينفتح غير بحل اللغز اللي مكتوب عليه ومن ساعتها واحنا ما نسمعش حاجة عن الصندوق اوكي طيب ما نمشي زي قواعد ما بتقول مش في لغز على الصندوق ايوه
8 قطط وبينهم اخطبوط وحلهم في السطح ملطوط. فينك صايل عليه؟ هات يا عم. 8 نقط وبينهم خطوط والحل في السطح موجود مش ملطوط. حارت ودارت فيه الناس بصوا للسطح ونسيوا الاساس. قالوا له الاساس ما كان السطح موجود. ايه الكلام الغريب ده؟ انا ما فهمش حاجه. اساس وسطح ونقط وخطوط حاجه مخول. نقط وخطوط، نقط وخطوط، بس انا فهمت. ايه ده؟ سحر. سحر كيف؟ سحر. ما تعرفش السحر؟ ما عرفش السحر كيف يا ولي. معروفه الراجل اللي بيطلع الفروجه من تحت باطه ويطلع الارنب من البرنيطة. لا مش السحر ده، ده سحر الخطوط. خطوط ايه وكروت ايه يا هتير انت؟ اللهم احفظنا، اللهم احفظنا. الصندوق ده معمول عليه عمل، وفي جن مقرمط على الصندوق ومكلبش فيه، وعمره ما حيسيبه الا لما يتفك العمل من عليه، وساعتها يتفتح عادي جدا. انت هتلبسينا ليه يا ولية؟ لنتلبس على اخر الليل. الله اكبر، الله اكبر. بعيد بعيد، سامحوه ما يعرفش. حسب على كلامك يا كبير، دول معانا وحوالينا في كل مكان. تقول لي معانا وحوالينا في كل مكان يا ولية؟ حداك كلمة زينة قوليها، ما عندك اسد كتمة. ما فيش غير مولانا الشيخ شديد، هو اللي هيفك اللغز ده. مين الشيخ شديد ده؟ الشيخ شديد ده راجل مبروك. ولا راجل مبروك ولا راجل مزنوق. أنا ما عرفتش نفسي في الحاجات دي. يا كبير ضارت خيارة وقطمة جحش. حارت ودارت فيه الناس، بصوا للسطح ونسوا الأساس، دلوا للأساس مكان السطح موجود. لا الكلام ده ملهوش معنى، الكلام ده تخاريف. أنا بقى حاسة إن الحل في الثلاث كلمات المكتوبين باللغة الغريبة دي. اكسكيوز مي، يعني انت عايزه تقولي لي ان الثلاث كلمات دول هيقولوا لنا مفتاح الصندوق فين؟ ايوه طبعا. امال السطرين اللي فاتوا دول كلهم عباره عن ايه؟ ماركه الصندوق؟ لا لا بص، الثلاث كلمات دول ممكن يكونوا عباره عن يعني جنب باب الشقه، تحت سكه السفره، الشنطه اللي فوق الدولاب. بالرغم ان الجمله الاخرانيه اللي انت بتقوليها دي 4 كلمات بس انا فهمتك. طيب سي ان انت صح، معناهم ايه الثلاث كلمات دول؟ بص انا مش عارفه، بس انا هحاول اعمل عليهم سيرش يمكن اوصل لحاجه. اي جاي في ايه؟ لقيت حل اللغز. بص بقى يا معلم، حل اللغز ده في العلاقه التعمديه بين السطح والاساس. السطح هو سطح البيت ده، والاساس هو ارض البلد. لو ركزتوا معايا هتلاقوا ان في البيت ده في 4 اركان ب4 نقط، وفي المزاريطه كلها 4 اركان ب4 نقط، يبقى كده المجموع 8 نقط. الثمان نقط دول لو مدينا خطوط مستقيمه بينهم هنلاقيهم الثمان نقط دول هيودونا لثمان اماكن مختلفه. الثمان اماكن مختلفه في البلد دول هيبقوا بينهم خطوط مش متقاطعه مع اي خطوط تانية، لكن لو احنا مدينا خطوط متقاطعه معاهم هنلاقيهم كلهم بيتمركزوا في النقطه دي. والكلمه الوحيده اللي محدش اخد باله منها في اللغز ده هي حارت ودارت. هي ايه حارت؟ يعني ايه حارت ودارت؟ يعني حوران الشمس ودورانها. انا حسبت لقيت ان الشروق بيخرج من النقطه دي والغروب بيخرج من النقطه المعاكسه ليها اللي هي دي. لو مدينا خط بين الشروق والغروب هنلاقي ان الخط ده ما بيتقطعش غير مع خط واحد في نقطه محدده قوي، وهي النقطه دي. محروق حورانك على دورانك على خطوطك يا اخي، ده الكلام اللي في الصندوق اسهل كتير. جوني ما تقوليش ان انت ما فهمتنيش. طبعا ما فهمتكش طبعا، يعني بس واضح ان الهري اللي انت هريته من شويه ده كلام مدروس وموزون. وفين المفتاح؟ المفتاح مدفون في النقطه دي. نو واي نو واي، المفتاح يكون هنا. جوني انا حاسبها قدامك 4 مرات. بص امشور المفتاح هنا. توماس انا العمده، ما ينفعش ابقى ماسك معول وبحفر هنا، شكلي هيبقى ويرد. لا ما تخافش، احنا مش هنحفر هنا، احنا هنحفر جوه. ار يو كريزي؟ الناس جوه عيانه. شوف شوف الراجل بيموت اهو اهو، نعمله زي دست ودوشه، انت مجنون. احنا مش هنحفر في المكان كله، احنا هنحفر في نقطه معينه، والنقطه دي ممكن تكون في حته يعني مش قلق قوي. انا مش ممكن اشاركك في عمل شيطاني زي ده. جوني كامون، المفتاح جوه. جوني ايه دمار يا كبير؟ ده كيف في الوجع المربرب ده؟ هو الشيخ شديد ده اتاخر ليه؟ معلش يمكن الطريق زحمه ولا حاجه. الشيخ شديد يجيلك من بعيد، ما تهمهوش الزحمه ويفوت في الحديد. في ايه؟ فراخ بانيه. احنا جينا مطعم وليه؟ مالك يا برنس؟ قلقان شوية. فتهدى يا كبير. شفت عرف اسمك كيف؟ بسم الله ما شاء الله. هات اللي عندك يا كبير. شوف باختصار كده، جدي الكبير خالص وهو عم يحفر في اساس البيت لقى صندوق صغير كده.
والصندوق فيه شيء سمين وهو ده المراد. مظبوط. كمل. الصندوق ده اسم الله على مقامك مكتوب عليه لغز، وما ينفتحش الصندوق غير لما تحن اللغز اللي عليه. اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. أني قنقف. قول اللغز بيقول إيه؟ بقول لك تم النقط وبينهم خطوط. قول لي نقطة منهم. أنت حتروش يا شيخ. موها كمل. تم النقط وبينهم خطوط، والحل فوق سطحهم موجود، حارت ودارت فيهم الناس، بصوا للسطح ونسوا الأساس. لولا الأساس ما كان السطح يكون موجود. موجود موجود. احنا شاكين كده يا مولانا ان الصندوق ده عليه سحر الخطوط، وان فيه جن مقرمط على الصندوق ومسوجره، وعشان كده احنا جينا لك عشان تفك لنا اللغز ده. هو سحر الخطوط من ايام الجدود في الصندوق موجود، وهيفضل ممدود لحد ما يقول العوان والمستخبي يبان ونفك القيود. وهنفك القيود ده كيف يا مولانا؟ نعرف الاول مين الجن اللي مقرمط عليه ونساله عايز ايه، وهنعرفه كيف. نجيبه هنا وسطينا ونستفسر منه. هنجيب مين هنا يا رجل مخبل انت؟ ها براحتك، ده باينه يبقى مرير طافع. نركز بقى شويه مع بعض عشان نحضر الجن سوا سوا. انا اللي هسيبكوا سوا. اقعد اقعد. الحركه اللي هعملها دلوقتي لازم تعملوا زيها بالظبط، واللي هيغلط انا مش مسؤول. يلا يا جني قرب مني قبل ما ماما تسأل عني. يلا يا جني قرب مني قبل ما أمي تسأل عني. ماما ماما حاضر. انت مين؟ انت مين وعايز ايه؟ انا سمير يا شدو، انت نسيتني ولا ايه؟ اهلا سمارة، ازيك يا سمرة؟ عامل ايه؟ تمام يا شادو، انت اخبارك ايه؟ تمام يا صاحبي الحمد لله زي الفل. ينفع كده يا عم سمير؟ ما نتقابلش غير في الشغل وبس، ما فيش مره تعمل لي مفاجاه وتشد المدام في ايدك وتيجي تزورني؟ مشاغل بقى يا شادو، انت فاهم خير. انت بعت لي في حاجه؟ انت مزعل الناس الحلوه دي منك ليه؟ مفيش يا عم جديد، ده كان حوار كده بيني وبين الراجل دفن الصندوق ده. ايه حوار قلق يعني، ولا ممكن نحله حلو كده بالمحبه؟ مفيش، كان واخد مني فلوس يا عم ومات من غير ما رجعها لي. كام يعني؟ 25,000 جنيه. قريبه يعني. والراجل الكبير بتاعنا ده راجل كباره وما تفرقش معاه المبالغ التافهه دي. احنا بس كنا طمعانين في كرمك تنزل لنا باكوين ولا ثلاثه. عذبه بس ما تموتوش. ما هي ما فيهاش اصلا يا شدو، وبعدين زمان ال 25,000 دول كانوا ضلع، انت بس مستهيف الرقم دلوقتي. انا لو حطيتهم في بنك كانوا عملوا لي كام؟ وانا بقى لو قلت فوايد ولا عوايد وجبت معاك من الاخر لما لقيتك انت اللي في الطالعه دي. معلش يا سمره، ما احنا اصحاب برضو، الراجل الكبير بتاعنا ده راجل محترم وعايزين نعمل معاه اي واجب. بس ما تجيش عليا برضو يا عم جديد. وانا اقدر برضو يا سمره، مفيش غير بس الباكوين اللي قلتلك عليهم. ها قلت ايه؟ بس يعني ما بسش بقى يا عم، هي حلوة قوي كده جبرت عشان خاطرك انت بس يا شدو. ربنا يخليك يا صاحبي، اهو كده استبينا. يلا شد ومد. سلام يا شدو. مع السلامة يا سمرة. ها ايه رأيك بقى يا عم؟ اظن كده خلصتلك الحوار بتاعك تمام التمام، واحمد ربنا ان هي جت في سمير. لو كانت جت في جني حراق كان طلب منك دولار ويني ويورو، وكان قال لك كان يوماني ودكان الزلباني. ربنا يبارك لك يا شيخ شديد، الواحد مش عارف من غيرك انا هيعمل ايه. الحمد لله. خد يا كبير الحجاب ده وتبعت لي الفلوس مع اي حد، والساعه 12 بالظبط تكون وصلت الفلوس لسمير. انت تفتح الحجاب ده ترشه على الصندوق يقوم مفتوح على طول، وما تنساش تبعت لي العموله بتاعتي، انا باخد 10%. مسافه السكه والفلوس هتكون عنديك. بس انت متاكد يعني ان الصندوق هينفتح وهنول المراد؟ حي حي، هتنول المراد من رب العباد. الساعه 12 ها يا بنتي؟ الساعه 12. طب يعني اعمل ايه؟ فضي الحجاب على الصندوق. لا فضيه انت. لا فضيه انت.
انت خايف يا كبير ولا ايه؟ طبعا لا، بس يعني ممكن يكون في عفاره ولا غباره، وانت عارف عندي حساسيه. ماشي. امسك نفسك يا كبير، بهزر معاك. تاني مره تعملي اضربك بالجزمه. حقك علي. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يا ابن ال هاي الاخبار زي الزفت. على فكره بقى انا توصلت لحاجه، مش خط التقاطع ده كان مودينا على نقطه؟ النقطه دي هي نقطه الشرطه. وانت مصمم تودينا اي داهيه وخلاص؟ مش مكفيك ان العنبر كله دخل العنايه المركزه بسببنا؟ انا عمري ما هنسى شكل الراجل العجوز اللي هو بيعرق ده، وكان عمال يترجانا عمري ما هنسى. معلش اوعى. معلش، مش انا قلت لكم يا جماعه ان اللغز ده كلام فارغ؟ ما صدقتونيش. انا بقى متاكده ان حل اللغز ده موجود في الثلاث كلمات المكتوبين باللغه الهيروغليفيه دي. ووصلت لحاجه؟ يعني خلصت معظم الرموز، فاضل لي بس ثلاث او اربع رموز كده هقعد اعمل عليهم سيرش عشان اخلصه. محروق السحر على الشعوذه على شورتك يا فتاية. حقك علي يا كبير. طلع نصاب والبلد كلها عارفه والحكومه عارفه. وانا ايش عرفني يا كبير؟ فين زفت الصندوق ده؟ اهو صندوق اهو يا كبير. هكسره. كسر ايه يا مجنون؟ سيب، مش من حقك. بس فهمت. فهمت ايه يا جحش انت؟ اللغز الثمان نقط اللي بينهم خطوط هم الصندوق، الحل على السطح موجود وهو سطح من اسطح الصندوق ده، يعني حارت ودارت فيه الناس وهو ده اللي حصل لنا دلوقتي. صدق معاك حق، لو الكلام على الصندوق ده يبقى السطح هو الحته اللي فوق والاساس هو الحته اللي تحت. اكزاكتلي. طب وايه موضوع ده لولا الاساس مكان السطح موجود؟ لا دي حكمه كده بتتقال في الاخر عشان الناس تتوهم ويبقى في جو سسبنس. اقعد افتي اقعد افتي بعرفك ده. وصية الكبير خالص جدي إلى أبنائي وأحفادي أو أي شخص يجد هذا الصندوق ويستطيع أن يحل اللغز الموجود عليه، لقد تركت ثروتي كاملة لك حلال عليك، الثروة التي ظللت أجمعها طوال 50 عاما من عمري، وقد جمدتها في صورة ذهب منعا للتلف، وهي موجودة بداخل الصندوق. إيه دي؟ جنيهين ذهب، ولكن ليست هذه هي كل الثروة التي تركتها. الثروة الحقيقية التي يجدها من يفتح الصندوق هي الحكمة والصبر والعزيمة. حلو قوي، انت تاخد الصبر والعزيمة والحكمة والحاجات دي، وانا اخد الاتنين جنيه ذهب. هم يعملوا كام يا توماس؟ 2500. لا لا خليهم لك. بس انا حلفت الحروف اللي ناقصة. صنع في الصين صنع في الصين.